فكره جميله وغريبه، وانبسطت جدا بالتعرف على البنات والسيدات اللي كانوا معنا. هي اظن كانها مواجهه في المراه، ان الانسان يشوف نفسه كما كان. كثير من الاحيان وانت بتكبري ما بتحسي بالتغييرات اللي بتصير فيكي، وتحتاجي وقفه صغيره تتذكري كيف كنتي وانت صغيره. تذكرت حالي وانا صغيره كيف كنت، انه انا وانا صغيره كنت بفكر هيك. شفت نفسي يعني قبل 5 سنين. اظن كثير من السيدات اللي شاركوا في التجربه او اللي بيشوفوا هذه التجربه حيشوفوا انه ممكن يتخطوا المعوقات ويحققوا احلامهم. ما في وقت متاخر لتحقيق الاحلام، الاحلام موجوده.